يشكل تأخر نزول المعاشات أزمة عند كثير من العائلات، وذلك نظرا للالتزامات الكبيرة المترتبة عليه، وتفاعلا مع هاشتاغ المعاش وهاشتاغ أعراض انتهاء الراتب، قلب بعض المغردين الموضوع إلى فكاهة داعين إلى سرعة تنزيل الرواتب. خالد الفارس، يطلعنا على آراء المواطنين حول تأخر المعاشات في التقرير التالي. حتى وإن تأخر صرف الرواتب فالناس على يقين بأن موعد صرفها سوف يحين. بهذه العبارات وأخرى مشابهة ضجت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلا مع هاشتاغات تناولت تعليقات تكلمت عن تأخر نزول الراتب. هو في الحقيقة لم يتأخر، لكن صرف راتب الشهر الفائت في وقت مبكر بسبب حلول عيد الفطر جعل مدة الانتظار تطول هذا الشهر. شعورنا ما ينوصف يعني صراحة، نفسيا تعبنا، يعني كأننا صار لنا شهرين بدون راتب يعني صراحة، لأن أكلنا رمضان وأكلنا شو اسمه العيد، فانجبرنا نقعد بالديرة. يعني الحين الناس أغلبهم حسوا أن الفترة طالت، مع أنها يعني نفس الحسبة إذا نزل أو قبل أو بعد. يعني طبيعي توتر، يعني الواحد يكون متعود مثلا يصرف معاشه فترة معينة، الحين زادت الفترة تقريبا ضعف، يعني فأكيد تخربط حساباته. يعني ما لومهم، الناس متوهقة بالعادة يضبطون أمورهم يعني وينسقون، بس هالمرة متوهقين. حكومة الله يجزاها خير، يعني ما أدري، أنا صراحة مو مع الشيء هذا اللي صار كلش. يعني المفروض إنه يأجلون بالراتب شوي، لأن في ناس تبي تشتري، في ناس تبي تسافر، في ناس عندها ارتباطات، في ناس بعد تدفع إيجارات، عندها التزامات، ديون ما ديون، فإذا أخروا الراتب هم يأخرون الناس اللي تطلبهم. اي فانا يعني ودنا يعجلون بالراتب ما ياخرون فيه. الاراء ووجهات النظر لدى الشارع الكويتي اجمعت على ان صرف الرواتب قبيل المناسبات والاعياد امر له مساوئه بالمثل كما ان له حسناته. والله زينه شينه، يعني زينه يريحونهم شهر وشهرين يتعبون فيها. فيعني لو تكون موازنه ما بين الشهرين تكون شويه افضل. يعني وضع يعني هو شويه محرج، فيه عائلات يعني معتمده على الله ثم على الراتب هذا. وفي عائلات فيها شخص واحد او شخصين يعني هم اللي يشتغلون. فالحين توقف تلقاهم لا يروحون لا يردون، قاعدين بهالبيت. فينطرون الراتب ينزل عشان يتسوقون يروحون يردون. هذا اجراء خاطئ هذا. يعني الحمد لله الدنيا بخير، بس انا ما انزل الراتب قبل العيد. يعني الراتب ينزل 23 24 25 بالشهر. هي انزل نص الشهر. يا اخي انزل، لو بنزل انزل نص الراتب. وعقب بعد اسبوع 10 ايام قبل اذا حل وقته انزل النص الثاني. هاشتاغ المعاش يزخر بتعليقات طريفه تدل على اهميه صرف الراتب لدى المواطن في وقته نظرا لكثره الالتزامات المترتبه على هذا الموعد. خالد الفارس، الراي.